الواقف بتفتح الباب بالسيجاره. انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. اصل بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله. انا مالي انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش. ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا ساتر ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه يعني ما فيهاش حاجه من الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. إذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. اه والله حتما انت لازم عينك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانيه. معلش يا حاجه ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده. انت بظبط نفسك يعني؟ انت ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفله العامروتي حتما لازم تستغلوها ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سني. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه خفت على خدامتك مني ولا ايه يا حاج؟ ولا كلمة تانية. حنسى انك ابني، كفاية سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها؟ من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك. تخاف على خدامتك مني عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفيحة زبالة، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حق قدام مصلحتك وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى اني عاوز اكبرك واخليك تسير السوق ده كله. ولو صبرت عليا شويه يا ياض كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتأكد إن كل اللي في دماغك الوسخة دي زبالة ملهاش أي أساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف أبعد من الكل، مش تكعبل على أول سلمة وتضب زي لعمة في وسط الزحمة. الجوازة اللي بقولك عليها دي هي أول السكة. أنت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفلة مهمة. حفلة ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ماشي. ثانية واحدة. على فين يا زوز؟ ثانية واحدة قاهرة. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربيه وغزلتها وفولتها. ماشي يا مطلي ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربيه اوعى تحكها. ما تخلص بقى يا كرامه، هي اصلا متلمعه. لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي.
هيبة شكلك إلى مسيبك تقول لقلبك إيه عن حبيبك هيبة شكلك إلى مسيبك أنا زي ما أنت شايفة كده عندي شغل ادعي لي بقى طب نعمل ايه؟ انا بكرة هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم ماشي؟ لا طب راح فين؟ بكرة النهاردة الاجانب اجازة يا عزب انا مش عارف دي انا توت مني انا مش قادر لا محمد رسول الله عارف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نتبارك يا حجة اقعد يا حبيبي لما رأيك بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم تسلمي لي يا حجة جاهز يا خال يلا أبو سن نتبارك يا حجة مش هوصيك الليلة تفرق معانا كتير وممكن تبقى بداية خميس تتنقيش طمنا يا حجة كل اللي اتفقنا عليه هيحصل اتفقتوا على ايه؟ هو انتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا ابو جمعة وراك اهو ادعي لنا يا حاج مع السلامة يلا. يجعل لكم في كل خطوة سلامة ادعي لنا يا حاجة يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني يا رب استرها معانا يا رب استرها معانا اتفضل يا فندينا هنروح مشوار الاول يا خالة من الحفلة مشوار ايه اللي هنروح يا خميس؟ اقول لك بالاذن ثواني عم زغلول مين عم زغلول اهلا ازيك يا فندينا الحمد لله تمام اخبارك انت ايه الحمد لله كنت اخبارها ايه نحمده ونشكر فضله احنا كنا فين يا ابني كنا فين ربك لطف بينا على الاخر الحمد لله ما انت كريم يا رب طب ايه مش محتاجه حاجه مستوره الحمد لله يا ابني ما يلا خميس تاخرنا يلا يا خال اهو جاي اهو طب يلا يا ابني شوف مصالحك ماشي السلام عليكم اتفضل يا عم زغلول الله يكرمك السلام عليكم اتفضل يا راجل البركة راجل البركة يا لهوي على نظراتك اخ عسل يا متني يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفلة اريك يا خال اركب بس اركب خد بالك من نفسك يا معلم خد بالك من حروفك سلام يا معلمي ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح وابتدى المشوار يا خوفي من اخر المشوار افدينا يلا رمانة أول مرة الحلو يكمل بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجباني القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة بموت في كلامك الحلو يا خمستي أنا اللي بموت في كل حاجة بحبك يا خميس أنا بحبك يا رمانة بقولك إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة و نقضيها الخال والد مش بتقولي خالك مستنيك يلا بقى بطل دلع طب انا بعت يجيب المعزوم طب نخلص من مشوار الحفله الاول ماشي
تفضلي يا ملكة، يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشيه بالمعكوس. اه يا دنيا. دنيا الله. اه يا دنيا. Open Gangnam Style. مفيش جو، اوعي غرك البدل والفساتين، كل ده شمال. اوعي يكون الشيطان ضحك عليكي وتهيألك ان انا نسيت. لا، انا فوتها بمزاجي قصادهم وقلت لنا ركن نتحاسب فيه. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كان ذنبي ايه؟ هو انا اللي كنت خدته من ايده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا انا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الاوضه وانا واخده راحتي على الاخر؟ يا حاج خليكي منصفه. انصافي ليكي ان انا سايباكي على ذمه اخويا لغايه دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازه في البيت. امشي عدل وما تخربيش على روحك. خضتيني. ايه على طول ضدي؟ ليا ذنب ماليش ضدي؟ بقولك ايه، ما تروحي تكلمي احسن. مياستك ومرقعتك عليه في الاوضه وصلتني. ولا تكونيش يا بنت فاكرة إن أنا نايمة على وداني. مياستي ومرقعتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. عينيكي فتحاك يا روح أمك. بقولك إيه؟ لم نفسك، لا تبص تلاقي روحك مرمية في الشارع زي قطط البلدي. عارفة القطط البلدي؟ نياو. Oh,
الخميس. انا في كلمتين واقفين في زوري مش قادر ابلعهم. اشرب لك شويه ميه وابلعهم يا خالد.